ولنبدأ من يوم الخميس من فئة أيضا الحقاقة لأبناء القبائل عبر 20 شوطا والمسافة 3 كيلومترات في ميدان المرموم. أما الفترة المسائية فخصصت لأيضا حقاقة أصحاب السمو الشيوخ عبر 14 شوطا والمسافة 3 كيلومترات. يوم الجمعة خصصت لسن اللقاية لأبناء القبائل عبر 18 شوطا والمسافة 4 كيلومترات في الفترة الصباحية. أما المسائية فخصصت لسن اللقاية لأصحاب السمو الشيوخ و 18 شوطا والمسافة 4 كيلومترات. أما يوم السبت فخصصت لسن الإذاعة لأبناء القبائل في الفترة الصباحية و 16 شوطا والمسافة 5 كيلومترات. وفي الفترة المسائية من يوم السبت خصصت لسن الإذاعة لهجني أصحاب السمو الشيوخ و 16 شوطا والمسافة 5 كيلومترات.